يمكن خلال الفترة اللي نحن عايشين فيها صرنا نسمع عن مفهوم كتير مهم بحياتنا، يمكن سابقا كان مفعل ولكن بجزء قليل. الوقت هلا والقعدة بالبيت صارت عم تخلينا نتعرف على الوسائل التعليمية والتربوية الحديثة اللي بتعتمد على الاستفادة من تأثير الألعاب على الطفل، والعمل على تحويل هذا التأثير أكيد لتأثير إيجابي من خلال طبعا الاستفادة من هي الوسائل التعليمية. رح نحكي اليوم عن الوقت يلي صار كتير كبير وطويل وفيها الأم تستفيد منه بألعاب تعليمية تربوية مع أولادها، لنتعرف أكثر عن هي الوسيلة. معنا ضيفنا لليوم الأستاذ علي حمدان، مدرب ذهني ومهارات للأطفال. يسعد صباحك خير يا هلا. الله يخليك، صباح النور يا هلا. هلا بالنسبة للموضوع هلا وبخصوص الفترة هاي اللي احنا عم نمضيها، لازم يكون في النقطة الأولى هي أهم، إنه يكون في وعي كامل عند الأم للمسؤولية اللي بالفترة الحالية، إنه نحن انتقلنا من التعليم التقليدي أو التعليم السابق بالمدرسة ومعلمة وطفل، صار تعلم منزلي أو تعلم عن بعد. يعني الأم هي صارت المحور الأساسي بهذا الموضوع، لأنه نحن سابقا كانت المعلمة هي اللي تنقل الفكرة أو تنقل الفكرة للطفل أو تنقل الوسيلة لإله لحتى هو يصير قادر على تلقي المعلومة وقادر على إنه ننمي له مهاراته وإدراكه. وهي نقطة كثير مهمة أستاذ علي، يعني يمكن صار في مسؤولية كثير كبيرة على الأم اليوم بالضبط، تمام، اخذ هيدا الدور عن الاستاذ لتكون هي المعلم الاساسي للطفل. فانا بدي اشير لنقطه هون، انه بما انه في وقت كثير كبير والام يمكن عم تقعد مع اولادها اكثر وبدها تقدم لهم معلومه تعليميه، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وادمان الاطفال على الالعاب الالكترونيه، تمام، كيف فيها تستغل هيدا الشيء من خلال العاب التعليميه لان اقدر نمي مهارات الولد وما خلي هي الالعاب الالكترونيه تسيطر بشكل كامل بعد ما نعزز نحن الوعي عند الام انه هي لازم تكون قادره على استيعاب هي الفتره. اهم منهج بالتعلم عن طريق اللعب او التعلم بالالعاب التفاعليه هو منهج المونتيسوري اللي نحن بنكون قادرين فيه نعلم الطفل ولكن عن طريق اللعب. هلا نحن فينا نبلش مع الطفل بتفاصيل كثير سهله وهي موجوده بالبيت، يعني من مهارات الحياه اللي نحن فينا نعتمد فيها على اسلوب او مهاره النقل او الصب، يعني فيها هي من مكونات المطبخ او من محتويات المطبخ. نجيب ابريقين ويكون مثلا نحط فيه نوع من الحبوب، فول او حمص، نعمل نحن يكونوا متماثلين بالحجم. المرحله اللي بعدها بيكون واحد كبير وواحد صغير، مشان يعني ابريق كبير وكبير ابريق صغير، مشان نحن الام تكون عم بتنمي عند الطفل الاحجام. فبتحط بالاول حمص او فول وبعزز عن نحن عند الطفل النقل، يعني هو كيف بده ينقل من هذا الابريق لهذا الابريق. نحن بنكون بهي النقطه اول شيء عززنا الاستقلاليه عند الطفل. ثاني شيء كان فترات عمريه صغيره بالضبط يعني نحن عن مراحل رياض الاطفال، يعني بالاربع سنوات وبالخمس سنوات ممكن نحن نعتمد على الموضوع الاعتناء بالنفس. يعني اول ما بفيق الطفل الصبح كيف ممكن هو يغسل وشه، كيف ممكن هو يعتني باسنانه ويمشط شعره. الشيء الثاني المهم كمان نحن ممكن نحكي فيه بهي الفتره انه نحن نخلي الطفل يشتغل بالصلصال، وبنبه على موضوع انه الصلصال يكون صحي، يعني نحن قادرين انه نصنعه بالبيت. نجيب طحين مع مي وخل ومع ملح ونضيفهم مع بعض على نار هاديه مع ملون الطعام، احسن ما نجيب نحن الصلصال يعني المعجون من المكتبه او من الصيدل او من المحلات التجاريه. فبيكون هو تجاري، يعني اذا الطفل لا سمح الله حطه بتمه ممكن ياذي، اما الصلصال اللي نحن بنصنعه بالبيت بهي الطريقه ممكن هو يكون صحي مع الطفل. كيف ممكن نحن نستفاد من الصلصال بالعملية التعليمية مع الطفل؟ لما نحن بنقول للطفل انه تعال نشكل حرف الباء او تعال نشكل حرف الجيم، اول شيء هو عم يشتغل بايده، فلما الطفل عم بيكون عم يشتغل هو بايده مستحيل انه هو ينسى الحرف، او بالايام القادمة هو مستحيل انه ما بقى يتذكره بالضبط لانه هو يشتغل بشيء ملموس. النقطة الثانية احنا بنكون عم بنعزز عند الطفل استقلاليته، عم بننمي عنده التناسق الحركي والعضلي، يعني هو لما عم يشتغل الحرف بايده هو خلص انطبعت الفكرة او انطبعت صورة الحرف بذاكرته. الشيء كمان كثير مهم، الفكرة الكثير مهمة هي لعبة البازل. لما انا بيكون عندي الصورة مقسمة لأربع أجزاء وأنا بخربط له إياها للطفل وهو بيرجع بركبها، أنا بكون عم قوي له قوة الملاحظة وعم زيد عنده التركيز. هذا الموضوع كتير مهم،
يعني انا بدي اشتغل مع الطفل على تنميه التناسق الحركي والعضلي سواء بالصلصال او بالنقل او الصب. ثاني شيء انا بدي يكون عم زيد عنده استقلاليته واعتماده على نفسه وزياده الثقه بالنفس، وبالشيء الثاني بدي يزيد عنده التركيز والملاحظه مشان هو يكون قادر على تلقي المعلومه ولكن بمهاره عاليه. اكيد يعني استاذ علي، ونحن عم نحكي عم بمر معنا صور، هي صور يمكن عن تجارب وعن ادوات للتعليم بشكل عام، يعني يمكن شوي خلينا نحكي مثلا عن ادوات البيت. ايوه تماما. هلا مثل هي البيتزا اللي ممكن نحن نستخدمها مع الاطفال. نعم. ممكن انا مع الام هي تكون عم تعمل مع الطفل مثلا بالمطبخ، يكون عم تعملوا بيتزا مثلا تقسم له اياها مثلا العدد واحد عدد اثنان مثل ما نشوف الصور على الشاشه. ممكن هون الاعتناء بالشعر، كيف انا بدي اعلم الطفل انه هو يعتني بشعره. هون الاعداد استخدام الاكل، يعني انا كان عم يلفتني انه ادوات بسيطه يمكن بالضبط. في امهات متواجده بالمنزل ما عندي هي يعني الادوات سهلة. بالبيت هون تعلم الساعه، وبنفس الوقت انا بكون عم علمه للطفل هون الاعتناء بالحذاء، كيف عفوا ربط الحذاء. يعني هي وسائل بسيطة، هذا اللي كان بدي أسألك عليه. اليوم قديش فيها هي تحول أدوات البيت البسيطة لتكون أدوات تعليمية؟ بالضبط. يعني ماني أنا مضطرة مثلا أنزل دور هلأ على شيء أقدر علمه فيه الأرقام وغيره. مثل ما عم نشوف نحن بالصور أنه الأم كانت عملت له بوشار وهو كاتبت له 1 2 3 4. يعني أنا هي صح عملت بوشار، هو الأكل اللي كتير بحب الطفل، ولكن حاطت له علب بلاستيك وكاتبة جنب كل علبة الرقم اللي الطفل بده يحطه. انا هون كنا عم عزز عنده مفهوم الرياضيات ولكن بالمحتويات اللي هي موجوده بالبيت. الفكره الثانيه اللي كمان مرت اللي كمان مرت معنا هي المعجون الصلصال مع الذره، كمان هي حاطه ارقام، بحط مع كل رقم العدد حبات الذره اللي هي موجوده، مثلا العدد 5 بحط 5 حبات. فهذا الشيء بيكون اول شيء هو اشتغل صلصال، نميت له انا التناسق الحركي والعضلي بايديه، لانه كثير مهم انا قوي له اصابعه للطفل، لانه هو بده يمسك القلم ويتعلم الكتابه، فاذا اصابعه ضعاف هو ما هو قادر انه يمسك القلم، او بكون انا عززت له هي المرحله وسبقت انه مشان هو يكون قادر انه يمسك القلم ويكتب فيه. تهيئه بشكل صحيح. بالضبط تماما. طيب خلينا نحكي، هي الوسائل التعليميه قديش فعلا بتساعد ببناء شخصيه الطفل؟ يعني كل حديثك كان مجمل، قديش فعلا هي بتاثر كثير بتساعد، لانه انا نوع او باخر بطريقه بناء شخصيه الطفل. بالضبط. من خلال حتى بناء فكره الذهني والتعليمي لحتى يدخل على المدرسة. تمام. هلا أنا مثل ما عم شوف بالمهارات اللي أنا عم بشتغلها، الطفل هو عم يشتغلها لوحده. يعني لما هو عم يشتغلها لوحده أنا بكون عم عزز عند الطفل أول شيء الاستقلالية، ثاني شيء قوة النفس. يعني هو الطفل ما بقى اتكالي، ما بقى إنه ماما اعملي لي هذا الغرض أو ماما نفسي لي هذا الغرض، صار هو عم بينفذ المهام الموكلة له سواء بشغل الصلصال أو بشغل الاعتناء بنفسه أو بربط الحذاء أو بلبس المعطف أو بالاعتناء بالنظافة الشخصية أو بالقيام بالمهام اللي أنا عم بعطيها. فأنا عززت أهم موضوع هي ثقته بنفسه والاستقلالية، ولغيت عنده الاتكالية وأنه هو يضل متكل على أمه هي تنفذ له هذه المهام. الشيء الثاني أنا بكون عم قوي عنده التركيز والملاحظة. لما هو عم يشتغل وعم ينتبه أنه أنا مثلا هون العدد 1 لازم حط حبة ذرة واحدة، هون العدد 5 لازم حط 5 حبات، هون أنا لازم مثلا اعتناء بالشعر أنه أنا لازم مثل ما شفنا بالصور أنه لازم قص الشيء الجزء الغير مرغوب فيه أو الجزء المانو نظيف، بكون أنا عم زيد عنده الملاحظة والتركيز. فهذا الشيء كتير بيفيد الطفل وبيساعد على قوة شخصيته. يعني كمان استاذ علي خلينا نحكي شوي، اليوم يمكن بالاوقات العاديه بيكون التعليم فيه صعوبه شوي، ولكن لما بيدخل فيه جزء التفاعلي سواء كان الرياضيات سواء كان الاحرف. تمام. سواء كان اي شيء فيه هيك ماده حيويه الوان تفاعل، توصل الفكره للطفل اسرع وما بتنسى ابدا، حتى بتكون على الام. تمام. اسهل. بالضبط يعني. بتكون اسهل وما بتنسى ابدا. يعني انا ممكن باللغه العربيه انا اجيب صينيه الرمل اللي هي كمان نحن بنستخدمها مع الاطفال. صينيه الرمل اللي نحن كمان ممكن نستخدمها بالرمل الصحي، ملح مع ملونات وبنحطه بالفرن، فبيطلع معنا الرمل ولكن بشكل صحي، يعني ما انه يكون شكل ضار للطفل. لما انا
نقول للطفل انه اكتب فرضا حرف الباء او حرف الجيم باصابعك على الرمل فهو او شكله بالصلصال فهو ابدا ما بقى رح ينسى وراح يضل مطبوع بذاكرته للايام الجاي، يعني نحن فتره وراح تخلص وهو رح يرجع على الروضه او يتاهل للمدرسه، فلازم يكون هو مؤهل علميا ومؤهل بالافكار او بالمهارات اللي هو اكتسبها، فنحن لما بنلجا لهذا الموضوع هو ابدا ما بقى بينسى وبيكون اسرع واسهل لحتى هو يترسخ بذهنه. طيب بالختام من خلال تفاعلك مع الاطفال ويمكن وسائل تعليميه تفاعليه من خلال الالعاب، قديش فعلا ممكن نوجه بعض النصائح للامهات اللي عم يتابعونا اليوم اللي عم يقعدوا فترات طويله مع اولادهم، انه راح يكون جزء من يومهم المخصص للعب ممكن يكون للتعليم بطريقه تفاعليه؟ انا بتمنى خصوصا بهي المرحله انه نحن ما نتركها او ما نضيعها هيك انه تمر بوقت فاضي، يعني نحن لازم كثير نوجه الطفل لانه هي مرحله وبدها تخلص وبدها تمرق والطفل بده يرجع حياته العاديه، بده يرجع على المدرسه، بده يرجع على الروضه، فنحن لازم نستغل قدر الامكان ونحاول ننظم وقت الطفل بين الاكل والنوم والتعليم واللعب، مشان لما تخلص هي المرحله او هي الفتره هو يكون اكتسب مهارات واكتسب معلومات ونحن نمينا عنده معارف كثير ونمينا عنده الماده العلميه او نمينا شخصيته وقوينا له اياها. اكيد يعني بنتمنى الكل يكون استفاد من هي الفقره وكل الامهات يلي عندها اطفال ان كان بسن صغيره او بسن اكبر، بدنا نتشكر وجودك. شكرا كثير لك. بدنا نشكرك استاذ علي حمدان على وجودك معنا، نتمنى من كل الامهات يكونوا استفادوا ويقدروا فعلا يستغلوا الوقت بطريقه كثير صحيحه لتنميه مهاراتهم ان شاء الله، عفوا اولادهم. شكرا كثير لك. هلا الله يخليك.